إذا عندنا مثال هون، هذا مأخوذ من كتاب كلارنس سيلفا، انتجريتد ابروش. عندنا في هون خط انتاج، والله بس يا مالك تحكي بس ما هذول عندي هون عماله بيجي السمك من هون. هذه جهاز اوتوماتيكي بدي قص السمك، بدي قص راس السمكه اوتوماتيكيا. المشكله احيانا السمكه بيكون ارتفاعها مختلف من هون قبل ما تدخل على القطعه اللي بتعمل كاتنج. هون هاي هون الجهاز هذا اللي بيعمل كاتنج، فبتيجي السمكه بتتجهز هون تطلع على البلاتفورم. المشكله انه ارتفاع السمكه بيكون مختلف، فحتى يجهز هذا الارتفاع في عندنا هون سكرو، باور سكرو سيستم، وعليه هون مركب محرك بحيث انه لف يرفع السمكه وينزلها. هاي الارتفاع والانخفاض. السمكه هاي وزنها مع الجهاز تبعها مع القطعه يعني مع الاوزان اللي موجوده هون هاي 10 كيلو، واللي هي صارت هاي هون ام اللي بنرفع. اللي هون ما عندنا اشخاص فما في مشكله، الجيرك ما فيش مشكله. فانا هون معطيهم بالسؤال او معطي بالسؤال انه افترض انه جيرك بيساوي انفينيت، اذا البروفايل راح يكون عندنا تراينجلر بروفايل، وراح نفترض انه ستيبر موتور بيقدر يوصل هاي السرعه اللي موجوده. هلا اول شيء خلينا ناخذ البيتش. هلا البيتش بعطيني اياه، معطي هو معطيات للمحرك للستيبر موتور. هلا الستيبر موتور زي ما بتتذكروا مره حكيت لكم معظمهم بيجوا 200 pulses per revolution او دلتا ثيتا بتساوي 1.8 degrees. مش هدول نفسهم؟ هذه نفس ال per step او per pulse. فالستيبر موتور هذا بده 200 بلس حتى يلف لفه كامله، او بقدر اعبر عنه اقول انه 1.8 degrees per step. فلما يتحرك الزاويه تبعته اللي بتحركها 1.8 degrees per step. هلا كل بلس، هلا الريزولوشن هو اظن طالب الريزولوشن من هون ريكوايرد. اذا الريكوايرد ريزولوشن يعني شو يعني الريكوايرد ريزولوشن؟ متذكرين عرفنا الريزولوشن ايش قلنا؟ اقل تغير بده يصير في الانبوت حتى يصير في تغير في الاوتبوت. فانا بعطي بلس، مش بعطي بلس للمحرك، البلس هذا للمحرك او انا بطلب راح يحرك لي مسافه معينه. الريزولوشن تبعت المحرك معروفه هي 1 بلس. المسافه اللي بتقابلها محطوطه هون على 0.1. اذا الريزولوشن هاي اللي هي يوزر ريكوايرمنت 0.1 مليمترز بير ستيب. يعني شو عمالنا بنقول؟ عمالنا بنقول لما هذا الستيبر موتور اعطيه بلس راح يتحرك بمقدار 1.8 ديجريز. إذا المحرك تحرك بمقدار 1.8 ديجريز بدي المنصة هاي ترتفع أو تنزل بمقدار 0.1 مليمتر. إذا في علاقة الآن بين 0.1 مليمتر و 1.8 ديجريز بير ستيب. هاي إيش؟ إيش وحدتها؟ ديجريز. هاي إيش وحدتها؟ شو بتذكركم هاي؟ مين اللي وحدته مليمتر بير ديجري أو مليمتر بير ريفولوشن؟ البيتش. مظبوط. اذا هذا بقدر اطلع منه الان البيتش، بس بدنا نستعمل اليونتس الصحيحه. حتى استعمل اليونتس الصحيحه كاني عمالي بقول انه هذا بقابله كمان 1 على 200 ريفولوشن. اذا صار عندي 0.1 مليمتر على 1 على 200 ريفولوشن بيساوي 0.1 مضروب في 200 مليمتر بير ريفولوشن. مضبوطة الوحدات تبعتي ولا غلطت فيها؟ مضبوطة مش هيك؟ فهذا المفروض انه يعطيني هذا بعطيني سمول بي، مش هيك؟ وسمول بي بتصير 0.1 في 200 بتصير عندي 20 مليمتر بير ريفولوشن. شو معناها؟ بدي سكرو، اذا لفيته لفه كامله قديش يتحرك الى الامام؟ 20 مليمتر. سكرو يمشي للامام، كل ما لفيته لفه كان بتحول 20 ملم. نعم 18 ديجري هم 1 على 20 ريفولوشن 1.8. ناس 1.8 وهي هون
1.8. إذا هاي صار عندي هلا هون سمول بي، إذا نحوله لإيش؟ فإذا قسمته على قسمته على 2000 باي، 20 على 2000 باي بعطيني صفر مع صفر وبصير هذه واحد وهاي 100، فبتصير واحد على 100 باي. ايش الوحدة هون راح تكون؟ متر بير. اذا هاي مواصفات السكرو. طبعا هذا السكرو راح يكون فيري رف 20 ملليمتر، يعني بده يمشي مسافة عند 20 ملليمتر كاملة، ما راح تكون سكرو زي اللي معكم اللي شفتوها قبل شوي. اوكي مظبوط. هذا راح يطلع معي 1 على 100 باي اللي هي 3.183 تايمز 10 تو ذا ماينس 3 ملليمتر بير راديان. هاي كابيتال بي. اوكي ماشي تمام. هلا بدنا نبدا نحول. عندي هاي الماس، هاي الماس هاي راح يكون فيها اثرين، راح يكون فيها اوت اوف بالانس تورك راح يبين هون على المحرك، وراح يكون في لها انيرشا. بدي اطلع اول شيء تي اوت اوف بالانس اللي ناتج عن هاي الماس، فبدي اعملها ريفيرال. هاي عندي المعادله هون ام جي على ايتا في دي. هلا الافشنسي، الافشنسي معطاه في عندي شيء ناقص كمان هون، معطيني هو في السؤال معطيني اي هون اي للسكرو نفسه، واي للسكرو نفسه 2.5 كيلوغرام سنتيمتر سكوير. ايش المشكله بهاي الوحده؟ سنتيمتر سكوير. اذا ايش بدي اعمل؟ احولها. اذا عندي اي للسكرو بتساوي 2.5 كيلوغرام سنتيمتر سكوير. كيف بدي اتخلص من السنتيمتر سكوير؟ نضرب فيه 1 متر على 100 سنتيمتر، مظبوط؟ بس لازم يكون تربيع. فبروح فبصير عندي هلا هاي 2.5 كيلوغرام سنتيمتر سكوير في 1 متر سكوير. أنا مرات بحاول أتجنب الاختصار لأني بلخبط. مرات إذا بتستعجل وبتختصر بسرعة بتلخبط وبتروح عليك. فهي هاي بتروح مع هاي، صار عندي هلا 2.5 تايمز 10 تو ذا ماينس 4، هلا صارت الوحدة صحيحة كيلوغرام متر سكوير. هاي اليونت براكتس أنا بتعجبني جدا لأنه بلخبط الواحد مرات، أنا بلخبط، أي واحد فينا بلخبط. خلص هذه ميزتها، بتبين معك الوحدات إنها لغت بعضها وبتقدر تحول التحويل الصحيح من شكل إلى آخر.